ملتفين حول صاحب الجلاله اللي تنحماقوا عليه وقيس المغاربه في عينيه وما تخصهم صاحب الجلاله وما توصلوا حتى لحاجه. فوالا حتى لحاجه فقط. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد. يا الزهير يا نوارة يا البهجة يا المسارة. وكما العادة الجزائر تستمر في سرقة كل ما هو مغربي، وهذه المرة جاء الدور على أغنية يا شفشاون يا نوارة للمغني المغربي نعمان الحلو، وداروها كأغنية رسمية لألعاب البحر الأبيض المتوسط من بعد ما غيروا لها بعض الكلمات وردوها على كون أنها جزائرية من خنشلة. وهذا ما إلا كيزيد يأكد العقدة ديالهم من المغرب وحبهم لكل ما هو مغربي، لأن هذه حاجة عادية كانوا يقدروا يجيبوا أي مغني في الجزائر يدير لهم شي حاجة جزائرية ويحطوها كأغنية رسمية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ولكن هما هادشي كيبان بأنه راه بالعاني كيستهدفوا كل ما هو مغربي نكاية في المغرب، حيت عارفين المغاربة ما غاديش يسكتوا لهم وغادي يخرجوا يصبنوهم، وهادشي ما إلا كيزيد يطيح من القيمة ديالهم من المستوى ديالهم اللي ما كاينش أصلا. في أول خروج اعلامي للمغني المغربي نعمان الحلو قال بانه ما غاديش يتابعهم نظرا لان ما عندوش الوقت، وكنظن انا ما متفقش معك السي نعمان الحلو، وكنظن بان واحد فئه كبيره من الشعب المغربي ما غاديش يتفقوا معك، لان انت عندك كامل الحقوق كامل الصلاحيه باش انك تتابعهم. كنظن بانك لا اتجهتي للدوله وزير الثقافه او للبرلمان، حتى شي واحد ما غادي يدوزك وكل شيء غادي يوقف معك، لان السي نعمان الحلو الى هاد الناس كان كنتجاوزوا عليهم لا سرقوا هذه ماشي مشكل، لا داو هذه الدنيا هانيه، لا داو راهم جيراننا ماشي مشكل، هاد المسلسل ما غاديش يسالي وعلقوا دائما في نفس الدوامه معاهم. كل مره هما يستهدفوا المغرب يستهدفوا التراث ديالو، لان الاغنيه راه كتعتبر تراث من المغرب، كبرنا معاها وكبروا معاها جيل على قدو، وانت عندك كامل الصلاحيه انك تتابع هاد الناس وترد الحق ديالك. عارفك بانك ما محتاجش الفلوس، ولكن انت تتابع فقط لرد الاعتبار للبلد ديالك وللأغنية ديالك ولمدينة شفشاون. ورسالتنا للشعب الجزائري، شنو الإحساس ديالكم وانتم كتشوفوا النظام ديالكم كيستهدف كل ما هو مغربي، كيموت على كل حاجة مغربية ينسبها ليه؟ ما كتحسوش بشي شوية الفقصة بشوية ديال الحقرة أنكم تجهلوا كل ما هو مغربي وتنسبوه لكم؟ ما عرفتش واش باقى شي شوية الكرامة عندكم أنكم تقولوا النظام ديالكم يتوقف على هاد الأساليب اللي كتزيد تطيح من القيمة ديالكم أكثر ما هي طايحة. فنخليكم مع شنو قال المغني المغربي نعمان الحلو، نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اليوم جينا لنا عندك الدرك على بديت واحد القضيه اللي صفخات نقاش مواقع التواصل الاجتماعي من البارح اليوم، خلقت نقاش كبير على مستوى كبير على مستوى عربي الا بغيت نقول. سرقه الاغنيه عالمي عالمي دابا ما كانش عالمي، لانه باريس كنعرفت هي غادي تدخل على الخط، فنقدروا نقولوا كيفاش وقع هادشي؟ قربناها شي نعمان. اوف، هي الاغنيه ديال شفشاون يا نوارة انا كتبتها ولحنتها في 2006 وصورنا الفيديو كليب في 2006 وسجلتها في مكاتب حقوق المؤلفين في العالم، لا لا ساسيم باريز ولا مكتب المغرب حقوق المؤلفين في المغرب لا بي ام دي ا، في 2007 دازت تنظن هذه واحد 10 سنين. واذا بي افاجئ بان واحد المطرب سميتو محمد الامين غير لها الكلام ودير نهايه زير يا نوارة. انا داك اتصلوا بي واحد المجموعه ديال المحامين وقال لي مرفوع دعوى. انا تريت شويه لانه جات من الجزائر وجات من جيراننا وداك الشيء، وهما مولفين حتى ياخذوا الاغاني عندهم عادي لان في مكتب حقوق مولفين، ولكن انا مسجله باسمي في العالم كله. الى ان كلمني هذاك المطرب محمد الامين وجا واعتذر مني واثبت لي بما لا يدع الشك انه غلط منه بانه حبا فيا، وذكرني بانه قبل سنين كان زارني في بيتي في المغرب. لما تاكدت بانه عن حسن النيه قلت له ماشي مشكل، ولكن ما خصهاش تخرج انتاج، ولا خرجت انتاج خصها تخرج بالاسم الحقيقي ديالها ديال شفشاون وتقيد حقوق المؤلفين ديالهم. وداز الوقت فاذا بي افاجئ هذا الصباح يعني من بعد 10 سنين انه خذوها رسميا وحطوها ضمن الاشارات الاساسيه ديال العاب البحر الابيض المتوسط اللي سوف تجرى بوهران.
مواقع التواصل كي قلتي كلها اتصلت بيا، الناس يقولوا لي خصك تتابعهم، انا طبعا ما عنديش الوقت باش ندهي دوله، خاصه ان الحكومه الحقوق الوالدين ديالهم ما تابعش المنظمه الدوليه بحالنا، وفي نفس الوقت الا بغى شي حد يتكلم انا عطيتو كي انا غير صباح اتصلت بباريس بلاساسيم مكاتب حقوق المؤلفين وقلت لهم يعطوني الملكيه يعني شهاده الملكيه، قالوا لي غادي يصيفطوا لي شهاده الملكيه، وايضا انني ندير واحد الشكوى هما غيتابعوها مع الـ مع الـ يعني الملحق القانوني ديالهم تما في باريس. اتصلت بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالمغرب، صيفطوا لي شهاده راه صيفطتها لكم عطيتها لكم بالعربيه والفرنسيه بانه الملكيه ديالي. اتصلت بالتلفزيون المغربي، اتصلت بالبرلمان، يعني خدت ابعد. ولما اتصلت بالوزاره رجع السيد الوزير قال لي بانه سوف ياخذ الامور بيده، الوزير الثقافه والاعلام. اذن شنو الهدف؟ الهدف ما الهدف ماشي هو انه نتابعوا من الحكومه ديالنا، ولا انه حنا حقين نربح فلوس كثير، لان هذه 10 سنين ولات تستغل ودابا تستغل رسميا، لو انه تستغل رسميا. الفكره هو نبينوا الناس انتم تبارك الله عليكم عندكم الالعاب البحر المتوسط، عندكم فنانين ديالكم محتاجين تاخذوا اغنيه ديال مدينه الشفشاوي. خصنا رايك في هذه الطريقه اللي ديما ولينا كنصوب لكم اغنيه على الجزائر، تبارك الله ما تحسب لو طلب مننا نصوب لكم اغنيه على الجزائر، وراه غنيت انا والشاف بلا من واحد الاغنيه على الجزائر زمان ونصوب لكم اغنيه، وما محتاجينش لان عندكم فنانين كبار ما شاء الله، ولكن هذه سرقه موصوفه يعني. لازم نبين الراي العام بانه الاغنيه ديالي في ملكيتي في العالم كامل، وبانني لن اتابعهم لان ما عنديش الوقت. والا بغاو شي اليوم واحد الجمعيه ديال المحامين اتصلت بيا يجوا يشوفوني هذا الشيء، الا بغاو هما يتابعوا القضيه تاعي، لان واخا ما عنديش الوقت. هذا الموضوع ديال السرقه الجزائر تورات الطاجين التظاهرات، شنو رايك ديما المولود؟ ولكن هذه ديالي موصوفه، لان هذه ديالي مسجله في حقوق المؤلفين باسمي. يعني كيفاش جاوك كيفاش جاوك السرقه ديالنا؟ حنا اليوم كملنا بحال مع الاخرين، هو تراث بلادنا، معلوم تراث بلادنا، وانا ما نتابعش لانه انتم جيراننا. زورو في الكلام خليوها بيا شفشاوني، انا مستعد مرحبا انا نعطيك، ولكن تبدلوها وتدير ما عرفتش. كيفاش تفاجئتي باراء العالم حول هذا اليوم؟ اليوم لقيت الروينه نايضه الصباح لما نص، وشحال الناس بدات يقولوها ملي ما تابعش غير مشي انه ماشي ديالك، شنو ديالك؟ تقول لك عندي حقوق الملكيه مكتوبه من 2006 في العالم كامل. شنو اللي خلاك ما تتابعش؟ ما تابعتش لانه اول ما عنديش الوقت باش نتبع دوله، عندي الوقت باش نتبع دوله، وها انت تبعتي حتى حنا ما دمنا والو. ولما تنقول صح ما عندهم والو. تنقول انا تحيه كبيره لاخواننا والشعب الجزائري، مشكله عندهم في واحد العصابه فقط اللي يعني تستحوذون على كل شيء، الكبرانات يستحوذون على كل شيء ويريدون ان ينسبوا لهم. ما تقدوش على المغرب، ما تقدوش يعني حضرتنا احنا كويت كدوله 12 القرن، شنو نتوما ديالكم؟ يعني كان المغرب راه ما يقد عليه حتى شي واحد، راه بنادم غير ماشي ضد انا ولا حقنا، والله ما تقدوا على المغرب، هادشي اللي نقول لكم. لانه فعلا ملي كتشوف اغنيه اللي حنا كبرنا معها واللي تعتبر من التراث المغربي العربي. ايه دخلات التراث في العالم كله، في العالم غنيتها في العالم كله، وتسجلت في الدوكيومونتير، وتسجلت في ميوزيك فواياجر في امريكا، ودازت 735 قناه في ذاك ميوزيك فواياجر، ودرت لها الفيديو كليب، والفيديو كليب وتجي تاخذها وتحطها، مايمكنش. طلب مني انا نصوب لك انا، ما عنديش مشكل، وتبارك الله عندكم الفنانين الله يحفظهم اللي يمكن لهم يصوبوا لكم اغاني عجيبه للفنانين الجزائريين. ولكن باش تصفر حاجه شوف خالد براسو تبارك الله راه مالك الراي يدير لكم اغنيه عجيبه عجيبه، ولكن تستحوذوا هكاك بهذه الطريقه، هذه طريقه يعني فيها واحد المراهقه سياسيه ودبلوماسيه باش نقدر نقول. واش كتشوف هذا الشيء عنده ابعاد سياسيه؟ انه عنده انا تنظن انهم عمدا، انا تنظن انهم يعكسوا معنا عمدا، عارفين بانه غادي نوض وغنتكلم، انا تنظن انا هذا هو رايي. عنده ابعاد يعني ما عرفتش هذا المشكله يلقاو اغنيه اخرى، ولكن عم نصدر ماشي عكس ما يقدر الله ما تقدر عليه طاق هذا الشيء. شنو تقول لهم؟ غنقول لهم نفرقوا بين الشعب اللي كبرنا معاه وكبر معنا، وبين واحد المجموعه او عصابه عندها مراهقه، عندها بلطجه زائد مراهقه سياسيه وصبيانيه يحاولون ان يعاكسوننا منذ سنتين، يعني منذ 47 سنه، ولكن هذه سنتين كثيره، وفوق ما تكسروا ما تيخسروا وغتبقاو تخسروا، والمغرب غيبقى واقف باذن الله، والمغاربه غيبقاو ملتفين حول صاحب الجلاله اللي تنحماقوا عليه، وقيس المغاربه في عينيهم وما تقيسهم صاحب الجلاله، وما توصلوا حتى لحاجه. والو. حتى لحاجه. فقط.
عطيني نسمعوا ايش فساون بصوتك اليوم المغربية. ولاي علي بن راشد. شوف تبارك الله هادشي كامل بغوي. السيد الحراشي كامل بغوي. لاخر الزمان يا شفشاوان يا نوارة يا الحبيبة يا المنارة لغرى لغرى بروحنا نفديك والله علينا شهد أول حب عشتو في الحارة هذيك الحارة من اللي طيف كلاه زمان وقف من بين دروب الحارة دروب الحضارة يا شعوان يا نوارة يا الحبيبة يا النارة لغرى لغرى بروحنا نتديك والله علينا شهاد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليو لي الراي ديالكم في التعليقات ما تخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.